بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 63. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في ختام الآية السابقة التي قرأناها في الحلقة الماضية: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. تقدم الكلام عليها وانتهينا إلى قوله تعالى: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. أن هؤلاء الكفار الذين أحبط الله أعمالهم، أن هذا ليس بظلم من الله عز وجل، لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين العباد، فلا يمكن أن يحبط عمل المؤمن أو يضيع عمل المؤمن، لأن هذا ظلم والله منزه عن الظلم. ولا يمكن أن يزكي عمل الكافر وعمل المنافق، لأن هذا ظلم والله جل وعلا منزه عن الظلم. فهم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي التي أتلفت أعمالهم، فوافوا الدار الآخرة بلا أعمال، وكانت عاقبتهم النار والعياذ بالله. كل هذا بكسبهم وعملهم لأنفسهم، والله جل وعلا لا يظلم أحدا، فلا يعطي الكافر ثواب المؤمن ولا يعطي المؤمن عقوبة الكافر، بل يجازي كلا بعمله. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا فيه أن العبد حينما يكفر، حينما ينافق، وحينما يعصي، فإنه لا يضر الله شيئا ولا يظلم الله جل وعلا شيئا، لأن الله غني عنه وعن عمله. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إن تكفروا، قال الله سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. فيؤخذ من هذه الآيات فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى كثرة الأموال وكثرة الأولاد، وإنما ينظر إلى الأعمال الصالحة، فهي التي ينظر الله إليها ويعتني بها ويحفظها ويجازي أهلها عليها أحسن الجزاء، فضلا منه وإحسانا. ولو لم يكن الإنسان عنده أموال ولا عنده أولاد، ولكنه لقي الله بعمل صالح وإخلاص للتوحيد، فإن الله سبحانه وتعالى يسعده ويكرمه ويثيبه أعظم الثواب. ثانيا، يؤخذ من الآيات أن من مات على الكفر فهو خالد مخلد في النار، قوله سبحانه وتعالى: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن مات على الكفر فإنه خالد مخلد في النار، وكذلك من مات على الشرك فإنه خالد مخلد في النار، نسأل الله العافية والسلامة.
وأما من مات على التوحيد وعنده ذنوب دون الشرك فهذا وإن دخل النار بذنوبه فإنه لا يخلد فيها، وإنما يخرج منها بإخلاصه وتوحيده، فلا يخلد فيها إلا الكافر. وفي هذه الآيات أنه لا يجوز الدعاء للكافر الذي مات على الكفر، لا يجوز الدعاء له والاستغفار له، لأنه خالد مخلد في النار. قد قال الله سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا ويستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولو كان من أقرب الناس إلى الداعي فإن ذلك لا ينفعه ولا يقبله الله عز وجل. وفي هذه الآيات ضرب الأمثال، أن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يضرب الأمثال في كتابه ليبين لهم، ليبين للعباد المعاني الغائبة في صور أشياء حاضرة يرونها. فالأمثال فيها فوائد عظيمة وعبر عظيمة، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكذلك ينبغي للمعلم أن يضرب الأمثال لطلابه المناسبة، الأمثال المناسبة لتوضيح المعاني، فإن ضرب الأمثال فيه فوائد عظيمة وفيه تقريب للمعلومات، وهو من وسائل الإيضاح. رابعا، أن أعمال الكافر التي يتقرب بها إلى الله لا تقبل مهما أتعب نفسه فيها، لأنها مبنية على الكفر، وما كان مبنيا على الكفر والشرك فإنه باطل وحابط لا ينفع صاحبه شيئا يوم القيامة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. يشبه هلاك الزرع بالآفة بها ببطلان العمل بالشرك والكفر، وأنه لا ينفع صاحبه بل يكون ندامة عليه يوم القيامة. فلا بد في العمل من شرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، وذلك بالبراءة من الشرك الأكبر والأصغر، وأن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل. والشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون هذا العمل مقبولا عند الله. فالعمل الذي فيه شرك لا يقبل، والعمل الذي هو بدعة غير مشروع لا يقبله الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه لا يقبل عند الله عز وجل. وهذا مما يحتم على المؤمن أن يعتني بعمله، لأن المقصود ليس هو صورة العمل ولا كثرة العمل، وإنما المقصود نوعية العمل وإحسان العمل وإتقان العمل على شرطي الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يمن علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالتوفيق للعمل الصالح والإخلاص لوجه الله عز وجل، وأن يجعلنا وإياكم متبعين لا مبتدعين
صلى الله وسلم على نبينا محمد.